حيوانات مهددة بالانقراض. الحلقة 12. الثعلب الرمادي. حيوان الثعلب الرمادي الذي يعرف علميا بالاسم العلمي فولبس فولبس، هو من أنواع الثعالب الموجودة في مناطق مختلفة حول العالم. يتميز بفروه الرمادي الفاتح وذيله الكثيف وأذنيه الحادتين، ممن يجعله من أكثر الثعالب جمالاً وأناقة. ومع ذلك، يواجه الثعلب الرمادي اليوم تهديدات كبيرة تهدد بانقراضه. تعد فقدان المواطن الطبيعي للثعالب وتدهور المواطن الحضري واحدة من أبرز الأسباب التي تؤثر على بقاء هذا الحيوان. تتسبب التنمية البشرية في تدمير المواطن الطبيعي للثعالب، ممن يقلل من مساحات الغابات والمروج التي يعيشون فيها ويعتمدون عليها للبقاء والتكاثر. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الثعلب الرمادي لصيد غير قانوني وتدمير مواطنه الطبيعية بواسطة الصناعات التي تنتج الفحم والنفط. وبالتالي، يتأثر توازن النظام البيئي بشكل سلبي ويتسبب في انخفاض عدد الثعالب الرمادية في البرية. يعد الحفاظ على حيوان الثعلب الرمادي ضرورة ملحة للحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة الطبيعية. من المهم أن تتخذ الحكومات والمنظمات البيئية إجراءات لحماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض من خلال تنفيذ برامج للحفاظ على المواطن الطبيعي والتوعية حول أهمية الحفاظ على الثعالب ومواطنها الطبيعية. علاوة على ذلك، يمكن للأفراد المساهمة في حماية الثعلب الرمادي عن طريق دعم المحميات الطبيعية والمشاركة في الأنشطة المحلية المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية وتوعية الآخرين حول أهمية الحفاظ على الثعالب والحياة البرية في المجمل. إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حيوان الثعلب الرمادي ومواطنه الطبيعية، فإنه يمكن أن يستمر في العيش والازدهار في بيئته.